تقييمك وتقييم الإعلاميين بمختلف انتماءاتهم لأداء المنتخب المصري واللبناني في هذا اللقاء. والله كل خرج من الملعب غير راضي عن اداء المنتخب، لكن الانطباع السائد هنا يعني ان هذه هي المباراه الاولى، تشكيله جديده، وجود لاعبين جدد، كان مهم جدا ان المنتخب يحصل على النقاط الثلاث. امامنا مباراه اخرى امام السودان، يمكن ما يميز المنتخب ومباريات المنتخب في هذه البطوله ان المباريات يعني بشكل تدريجي، يعني منتخب لبناني ثم منتخب السوداني ثم نصل للمنتخب الجزائري ان شاء الله، بتكون بعد مباراة السودان يكون الامور كلها حسمت. لكن بشكل عام الاداء غير مقنع، لم نرى يعني جمل تكتيكية، لم اهداف ضائعة بشكل غريب. يمكن حتى مدرب منتخب كرواتيا قال بعد المباراة ان احنا اهدرنا 6 اهداف، وبالفعل المنتخب أضاع الكثير. كان من الممكن أن يحسم المباراة بشكل مبكر ويرد بقوة على المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري اليوم بادئ بالفوز ب4 أهداف على المنتخب السوداني، كانت بادئ بداية قوية، وبالتالي كان الانتصار بشكل كبير أو بعدد كبير من الأهداف يعطينا دافع وحافز أكبر. لكن الأهم في هذه المباراة هو الخروج بالنقاط الثلاث. كان التعادل كان ممكن يسبب لنا مشكلة، ودي زي ما قلت لحضرتك اغلب النقاد الرياضيين تحدثوا عن نقطه المهم الفوز، المهم ناخد خطوه للامام، ومع الانسجام ان شاء الله بيكون اداء المنتخب بشكل اكبر، لان كان في عدم تجانس في بعض الخطوط. اعتقد مع المباريات القادمه ان شاء الله بيتحسن الاداء ان شاء الله.